معاك معايا نسيني في حزاني والناس اللي ضلوني مانيش غاية لو كان جد عليا مدى بيا حركي معايا خمت عيني عمي موجيني فيك معايا نسيني في حزاني والناس اللي ضلوني مانيش غاية لو كان جد عليا مدى بيا حركي معايا لقلي باشو اللي صرات لي بيتشو في الدنيا هي تيار شامد روحي أنا من بالي تبقي توجور بين عيني انتي لسا اللي ريحت لها انتي لسا اللي نبغيها ما نجمتش أنا ننسى ولا فتاك ما بقيت سلام منير صاحب الاستوديو صبرنا ليعمل من اجل كسب زبائنه ويقدم لهم كل ما يستطيع لتسجيل مختلف اغانيهم. عبدو شاب في مقتبل العمر دخل عالم الغناء اليوم وهو يقصد هذا الاستوديو لتسجيل ألبومه الاول على حد قوله. السلام عليكم، مرحبا بك خويا. رانا في برنامج صنايعي، راك قصدت هذا الاستوديو اللي هو استوديو صابرين، استوديو غني عن التعريف، ماتيريال مانيفيك، كاليتي دو صون، لي جون ايسي سون تري بروفيسيونيل. الله يبارك، شاب منير خويا، رضا لايري، دونك ما تلقاش ايكيب باراي هنا. انا ما رحتش استوديو واحد اخر، وجيت لهذا الاستوديو بالذات. تفضل. بون، هي حاجه الاولى الشونتير واش يحوس، يحوس على لاصون ويحوس على ليكيب اللي تخدم معاه. دونك لي جون اللي يخدموا لهنايا، ما قلت لك ما كاش، ما تلقاش خير منهم في سير الجي. اون توكا ما جو بونس با كام. واش رايك انت يا ربما في ليكيب هذه اللي تخدم في الاستوديو هذا، يعاونوك في لافوا كي تغلط ولا؟ وي بزاف. جوستمون شاب منير خويا اشاك فوا يكوريجي لك ليكسبيريونس. فوالا، دي احنا اوني جون بارابور شاب مونير، دونك يل تي دون دي كونساي، يسي يعاونك بواش يقدر تلقى راحتك كي تخدم معاه، تخدم اليز.
وما ننساش بيان سور اخويا زهير زكي ليديسيون دو ريالي الحياه بزاف، وهو واحد من اللي عملوا لي تاليك وربي يحفظه ان شاء الله. مازال نتواصل معكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامج صناعي، من خلال هذه الحلقة المميزة أقول والمتميزة، طبعا بحضور الشاب منير اللي غني عن التعريف. منير كما تكلمنا سابقا، تكلمنا على الماتريال، تكلمنا على المهنة هذه كيفاش حتى خيرت ولا عندك استوديو. نتكلموا نخرجوا شوية على الإطار تاع العمل هذا تاع الاستوديو. الاغاني ديالك اسكو مسجلين في لندن، الحقوق، التاليف، احكي لنا كيفاش كنت رحت، كيفاش التحقت ب بيان سور. انا مسيدي الاول ديالي دوك، انا باش غادي مسيدي بصح من مسيدي الاول ديالي لازم هذه لندن، ما كانش سيدي ما يخرجش بلا لندن ابار هادو اللي بيراتيو هما هذوما. بيسك هذا كاين ايديتور نخرج انا مع ايديتور، ماشي هكا نخرج وحدي. نعم ليديتور هذا قبل ما يخرج سيدي لازم يجوز على لندن ثاني يديكلارا في لندن باش يخرج. هذه تسمى باش نقولها لك هذه ما كاش. واش رايك انت كشاب يعني عندك خبره ربما في المجال الفني، السرقه اللي رانا نشوفوا فيها سرقه تاع مختلف الاغاني، واش تقدر تقول لنا؟ مثلا انت تغني اغنيه وانا الشونتور نسرق لك الاغنيه ديالك، وانما نسبها لروحي انا نقول بلي هذه الاغنيه ديالي. نو معليش، انا شوف بور موا واحد يغني اغنيه ديالي تغني اغنيه ديالي معليش. شوف الاولى ماشي تقول كيما قلت انت تنسبها لروحك، هذه شغل يعني كاين نشوفوا بلي الناس هذا ستان ميتومان، هذا انسان شتي هذاك سي مالادي، هذه واحد يكذب ويامن كذا كيفاش نسرق حاجه ونديرها مع روحو. ديجا هذا ستا مريض ما تقدرش تهضر عليه، تسمى هذا نفوتوه ما نقدرش نهضر على انسان مريض هذا تاع تدي حاجه وتقول باللي تاعك نديها وي نعاودها. ندي غنيه انا غنيت عاودت انا غنيه تاع محمد لامين، بصح نحيي محمد لامين في الغنيه. نعم فهمني؟ ايه شغل يعني انت ماكش ضد انه فكره انه الانسان هذا ولا الشونتور هذا يغني الاغنيه ديالك، وانما لا لا غني على روحك خويا، غني معليش غني زيد لها ابدع فيها، غني اخر مني راني معاك. بصح الاولى ما تعيبهاش وما تكذبش باللي تاعك هذا معك. وشنو هما المشاكل اللي واجههم منير؟ واجهتها بزاف مشاكل. يلا احكي لنا اهم ربما العلاقات. لا ما نقدرش نقول لك بيسك مش المشاكل العاطفيه وانما المشاكل من خلال العمل، المشاكل العمل ولا في العمل بيان سور. هم يعني على كل حال وزير الثقافه عز الدين المهوبي ربما نحييه وهذا راه يتابع فينا عبر قناه بيور تي في. اهم ربما العراقيل اللي راهي راهي تواجهك مساعدات ولا تفضل. شوف انا نقول لك انا نهضر لك كما نقول لك واحد من الفنانين بالك الجزائريين. الاولى ما كانش عندنا ستاتي، ما كانش ستاتي. ديجا كيقول لك ستاتي ديجا سي يعني قلت كلش ما كانش. بصح دوكا الحمد لله كاين ستاتي، عندنا ستاتي الحمد لله يا خو. عندك لاسيرونس ديالك، عندك فاهم، عندك لي دروات يعني بارابور لزمان ما كانوش يهتموا بالفن. ما كانش عندك حقوق، ما كانش حقوق، ما كانش لي دروات. دوكا عندك حقوق تاعك، هذا اجري على روحك برك. حاجة مليحة. ربما كلمة أخيرة تقولها لنا من ختام هذه الحلقة البرنامج الصناعي، المشاهدين الكرام ولا الناس هذو اللي راهم عندهم موهبه وما قدروش يخرجوها، كيفاش تقدر تقول لهم؟ واش نقول لهم؟ نقول لهم الانسان ما يقطعش الياس، كونت اون فيرون بو خويا، هذا ما احلم وحقق حلم ديالك وحق الله، ماشي حاجه واعره. قبل الختام سؤال يتبادر الذهني، كاين اللي عنده موهبه وعنده صوت ما شاء الله وانما يحشم باش يروح يغني، يقول لك علاش نظره المجتمع ليا؟ يقول لك هذا انا في رايي انا يحشم اللي يدير لعيب خو. صح عندك حاجه خرجها خويا، بين مع روحك انت باللي انا كابال سي. وكاين الناس كاين اخو كاين فاميليا كيما نعاونوني نعاون وهذا كيعاون وهذه هي تستمر الحياه. بارك الله فيك، نشكرك انت اللي استضفتنا اللي حكينا معاك وخذينا من وقتك يا خويا. بارك الله فيك، مزيد من الرقي، مزيد من التعلم، وان شاء الله يستفادوا منك ان شاء الله خويا. يعني دي شونتور واحد اخرين ان شاء الله يتعلموا من عندك ان شاء الله، لانك مدرسه نتعلموا ان شاء الله يا رب العالمين. والانسان هذا من خلال دائما من خلال التجربه الميدانيه دائما يتعلم حوايج جدد ويكتسب خبرات جديده. وشاك شون ابخو شاك مينيت شاك ستودون دون ابخو. طبعا ومليح انه الفنان يعني يحتك بالفنانين الاخرين باش ما تقدرش تعيش وحدك. ربي خلق الدنيا هذه خلقها هكا، هذا بهذا. والخدمه هذه تاع الاستوديو هي مساعدتك؟ الحمد لله يا رب العالمين. شو شي موا ومع كيما دي كوليغ وصحابي وتاع بكري ماشي تاع الاخر فيهم، عندي 15 سنه معاه كيما رضا سربي ملقب جانيرو شاب سامي بزاف. اذا نشكرك بارك الله فيك، ربي يخليك فيك بارك ان شاء الله. طريق مليء ان شاء الله بالنجاحات. شكرا جزيلا بارتي في تاني نحييهم ونحيي كم مشاهدينا ويشوفونا. الله يخش ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين. بارك الله فيك. اما انتم مشاهدينا فاضل
بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من برنامج صنايعي اللي كما قلنا كانت الحلقة تاع اليوم خاصة ومميزة بالفن. وإحنا يا برنامج صنايعي كما قلنا دائما هو منبر منبركم أنتم أولا مشاهدين الكرام ومنبر التجار الحرفيين والفنانين لنقل انشغالاتكم وأراءكم ونظرتكم المستقبلية حول مختلف مشاريعكم المهنية. نبقى لغير نقول لكم تهلاو في رواحكم. نشكر المصور يحيى قاسي والسائق مصطفى. قوموا على خير.